مقارنة. طيب خلينا نروح للجناح الأيمن، يعني برضو على حسب آخر المباريات، حسين الشحات في النادي الأهلي ومامادو نياس جناح الإنتاج الحربي. يمكن ناحية اليمين بقى، الجناح اليمين مامادو نياس ده موريتاني، يعني يمكن هو صفقة جديدة، كان بيلعب في الدوري اللبناني، كان بيلعب في نادي اسمه السلام اللبناني. عنده 25 سنة، حسين الشحات 27 قادم من العين الإماراتي. إجمالي عدد المشاركات بتاعة مامادو نياس 35 مشاركة، دول في آخر 3 مواسم، مسجل 16 هدف. الموسم الأخير في الدوري اللبناني ليه مسجل 7 أهداف، ومعانا برضو ليه فيديو ممكن نعرضه، هنلاقي إن هو مستو في الفينش، الفينش بتاعه كويس قوي. المهاجم مامادو نياس أهو، هو ده اللي قدامنا على الشاشة، ده لما كان في نادي السلام اللبناني. أيوه كان بيلعب راس حربة صريح، واضح كده إن هو هداف، عنده حصة التهديف. كابتن مختار بيستغل سرعاته في إن هو حطه موظفه كجناح جناح يمين، لكن لما كان في الدوري اللبناني كان بيلعب كمهاجم صريح. يعني واضح اهو في الصوره قدامنا ان هو كان بيلعب مهاجم صريح في الدوري اللبناني قدامنا على الشاشه، هنبص. يعني ممكن يلعب برده كمهاجم صريح، ممكن يلعب كمهاجم صريح لو احتاجه في بعض الفترات، هو قطع الكوره وجابها جول، فهو واضح ان هو كان في الدوري اللبناني بيلعب كمهاجم صريح. هو كابتن مختار وظفه في الانتاج الحربي في المباراه الاولى كجناح يمين، وسجل هدف اللي هو عملها له عرضيه احمد شديد قناوي في اولى مباراه الدوري العام. احنا اتكلمنا على الافارقه مامادو نياس، اتكلمنا على موسى ديواره، اتكلمنا على ايمن الطرابلسي، اتكلمنا على محمد فييرا. اربع افارقه النهارده في منتهى القوه للانتاج الحربي، خطوره الانتاج الحربي النهارده في الاربع افارقه. مامادو نياس، موسى ديواره، ايمن الطرابلسي لعيب خبره ارتكاز دفاعي كويس جدا، ومحمد فييرا القادم من بتروجيت ممكن تستخدمه كجناح، وممكن هو بيستخدمه كارتكاز ثالث زي ما عمل في المباراه الاولى. طيب